أهلا بكم من جديد. كما ذكرنا قبل قليل، هل يستمر هذا الزخم في الأسواق في منطقتنا والأسواق الإماراتية؟ الإجابة أو محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون مع زميلة ماري سالم التي تنضم إلينا من بيروت، محللة اقتصاد الشرق، تطلعنا على بعض التحليلات في هذا السياق. ماري، يعني حتى ما نضيع من الوقت كثير، سنترك لك التحليلات عن هذا الموضوع. صباح الخير نور ومحمد. يعني فعلا السؤال بيطرح نفسه انه حنجرب نجاوب عليه، ولكن قدر الامكان حنعطي المعطيات اللي هي ممكن انها تساعد على الاجابه على هذا السؤال، لانه نحن بالفتره الاخيره كنا عم نشهد نوع من تقلبات على الاسواق الخليجيه بشكل عام وبالاسواق الاماراتيه، وكان التباين واضح باداء المؤشرين بسوق دبي المالي وسوق ابو ظبي، ولكن شهر نوفمبر كان ايجابي بالنسبه للمؤشرين. يعني حتى الارتفاع ارتفاعات كانت بنسب جيدة على الأداء الشهري، كان عندنا ارتفاعات تقريبا بحدود 3% على مؤشر سوق دبي المالي وبحدود 2.3% على مؤشر سوق أبو ظبي. هلا الملفت إنه هذه الارتفاعات اجت من بعد فترة من التباطؤ أو حتى من التراجعات. حأترك شهر أكتوبر للآخر قبل ما أرجع له، ولكن إذا بنرجع نحن للأداء الشهري تبع هيدول السوقين بخلال هذا العام، الأفضل أداء كان خلال شهر 7، يعني كنا عم نشهد ارتفاعات قوية على المؤشرين. سوق دبي المالي ارتفع بحدود 7% بشهر 7 فقط، سوق أبو ظبي بحدود 2.5%، اجت بالتزامن مع أكبر وتيرة بارتفاعات بأحجام التداول على المؤشرين. يعني نحن ما كنا فقط عم نحكي عن ارتفاعات بالمؤشر على أحجام التداول ضعيفة، ولكن كان دعم بأحجام التداول، وهي فترة إعلان نتائج الأعمال تبع الشركات النصف سنوية، فالدعم بسبب النتائج كان جدا قوي واستمر خلال شهر 8. هلأ شهر أكتوبر كان فترة إعلان نتائج صحيح بالنسبة للشركات، والشركات أعلنت عن نتائج متباينة يعني بين سوق دبي وسوق أبو ظبي، وحكينا سابقا على الارتفاعات على أساس سنوي لسوق دبي المالي وتراجعات بالأرباح المجمعة بسوق أبو ظبي، ولكن الأحداث الجيوسياسية والحرب بفلسطين أثرت بشكل سلبي على نفسية المستثمرين. شفنا هذه التراجعات القوية اللي هي أقوى شيء كانت خلال العام، بتراجعات تخطت 6.5% على مؤشر سوق دبي و4.5% بسوق أبو ظبي. هلا وقت بدنا نجي نقيم نحن نهاية العام وكيف حيكون أداء هيدول المؤشرين بالفترة المقبلة، شهر 12 بالعادة بيكون في تباطؤ بالأداء أو بالتداولات بالأسواق المالية، باستثناء إذا كان في محفزات من إدراجات أولية وغيرها، ولكن بدنا نقارن نحن الريشيوز يلي هي ممكن إنه نحن ناخذها لحتى نقدر نقيم هيدول السوقين. يعني إذا بناخذ نحن المكرر الربحية تبع سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي، حنلاقي إنه هون في عنا تباين كتير كبير. مقارنات الربحية عادة هي بتاخد أسعار الأسهم بقلب الأسواق مقارنة مع الأرباح تبع الشركات المدرجة بالأسواق المالية، فنحن حنطلع حنلاقي أنه مقرر الربحية بسوق أبو ظبي تقريبا واصل لل 24%، بالوقت اللي بسوق دبي المالي هو بحدود 8%. مقرر الربحية مش دايما بيعني أنه في إيجابية أو سلبية، ولكن ممكن أنه يكون في عنا overvaluing للأسهم يلي موجودة بهيدول الأسواق. وقت المكرر الربحية بيكون واطي، يعني بعد عنا نحن مجال انه يكون في عنا ارتفاعات بهذه الاسواق لانه ارباح الشركات جيدة جدا مقارنة مع الاسعار، يعني بعد في مجال انه يكون في ارتفاعات باسعار الاسهم بقلب الاسواق. سوق ابو ظبي يعني وصلنا لل 25% ونحن حكينا انه كان في عنا تراجع بالارباح، يعني صار في عنا تراجع بالارباح المجمعة بالربع الثالث من العام مع ارتفاع اسعار الاسهم بقلب الاسواق، فممكن انه نشهد بعض الضغوط البيعية بقلب السوق لحتى نوصل لمستويات شوي مقبولة بما يقتضيه المستثمر. هلا هذا الريشيو لحاله إذا بدنا نيجي ناخذ نحن مكرر ربحية لحاله ما حيكون هو كافي، فنحن دائما بناخذ معه بالتزامن مع هذا الريشيو بناخذ التوزيعات، يعني عائد التوزيعات أو الديفيدند ييلد لهذه الشركات أو الأسواق. حنلاقي إنه سوق دبي المالي عند 5% بالوقت اللي سوق أبو ظبي عند 3%، وهذا الشيء متوقع لأنه أسهم اليوتيليتيز اللي موجودة بسوق دبي وأسهم التوزيعات خلينا نسميهم أكثر موجودة بسوق دبي من ما هي موجودة بسوق أبو ظبي. كرمال هيك عم نلاقي مؤخرا يمكن جاذبية من قبل الأسهم والشركات المدرجة بسوق دبي المالي أكثر من سوق أبو ظبي، وكرمال هيك عم نشوف هذا الارتفاع اللي واضح على المؤشر والأداء السنوي تبع المؤشر بسوق دبي المالي، لأنه التوزيعات ما زالت مستمرة وبعض الوعود مستمرة فيما يتعلق بالإدراجات الأولية، وعنا بكرة بعد يومين الإدراج تبع تاكسي دبي اللي هي شركة حكومية
عم بيتم طرحها كمان بالسوق المالي، تتضلم كفاية وتيرة الإدراجات الأولية العشر شركات اللي تم الوعد فيها من سنتين. فحنشوف يمكن إقبال من قبل المستثمرين على سوق دبي المالي أكثر بالمرحلة المقبلة مما هو على سوق أبو ظبي. اليوم كان في عنا إدراج جديد بالسوق أبو ظبي، أداؤه كان جيد جدا، يعني ارتفاعات تخطت 40%، ولكن لأي مدى ممكن هذا يظل مستمر؟ هذا حيعتمد على نفسية المستثمرين والأوتلوك تبعهم في هذا القطاع. صحيح. بالمرحلة المقبلة. بعد في إدراج آخر بسوق أبو ظبي غير اللي عم نحكي عنه يلي هو بيور هيلث بعشرين الشهر، كمان ممكن يكون محرك آخر بقلب الأسواق، ولكن مش بنفس الوتيرة اللي شدناها خلال الأشهر الماضية من هذا العام. مريم سلمة المحلل المالية في أشرف للأخبار، شكرا لوضعنا في صورة هذه الاتجاهات والتفاصيل. سنذهب بمزيد من التساؤلات حولها لضيفنا من أبوظبي محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة